عمر علي حسن سيربيا وكم ذوري يشكاه القلم يتكم ده تي في أفق الصومالي كوه الله ووريس جارا كسيني تي في الصومالي كيب المجال ده هرجيسة وحو كاه الله حريق لوجي استيك دي مركي وكسو تجي مدار كعقال أي مجال ده هرجيسة كاسي أو حيد ناس دح مال موض بل سهضة دب حرية دي سي أو هلاي وحنو كاه الله حريقي سي سيدي لولا رقمي انتي وكحنا حبسي كمجال ده هرجيسة سيدو كلنا وحو فريم كلا دون أدري شعب كصومالي ده كح ماضي انتي وحنا دح بريم كحنا مجال ده هرجيسة ما أنت سبتدي أيام يعني مقالة مقدشة كإيمدي أنا يعني ممكن حاسك يقول أسعته أن إذا ما بوليس كا يا يقول قبتي ربوت كرجيسة كدب مالنكي عن كوننا يصلق مدارك قال أن أي واحد ذينا يمي سو شيء ذن كلية إن لقصة ورجلين لا يقبتو أيوم بي إيشي عن أن لكن هبين نمدي واحد ليسوا ريتشي حرمتها سرطانه قبل كا إن هالك السنة يدنا كحنا إلا ما أنتوا اللي سيديني إن رنتي إن سفي عن أو يعني هي أنا كشخصية اللي جي احترام يو ضدني ملا أو بلا أنت نبلا بقى لا رقمي ولي واحد قاعد يقول مسلم هذا علني واحد سرطان قبل كا رنتي ويا رقمي ما يو أقون موتشي سيدا إلى رقمي يعني أنت عن لا تشوقي إن رنتي إنك استو ده بلعبهم سيدس بعد اللي قلنا هذا ما قال هذا هرجيس إدنا عقوب بيحكرتين حرية درها دري مسا ومرك اسمه دارنا سوون جبي اللي بانو بحنا أيوه حلايا نو بحنا أنا حكى سوقاته إن رنتي مرك إنك استو أنا كبي حكرين ماشان كوحنا حدنا سردون كماشان كوحنا رنتي مرك لا حبسي إن ما يهين مرك حقيقة لقى هذا أيوه يعني هي واحد هشتين رول عادية saasay tahay haddana waxaan dareemayaa inaanan de meel kale aad karin marka gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Solja Xuto maruu ka hadlay xarigaaga wuxuu sheegay in arrimahan lagu haystaa ay ka madax banaayeen saxafada arrimahan ismaxay noqon karaan badmaan aan walaahi de waa shakhsi si uu buu arkay runtii isaga wali ma si gaar ah u xusaysay oo de waa arrin warbaahineed aan laakiin marka xaqiiq laga hadlaayo aan ururada gaar ahaan ururka Solja aan maamulkiisa marka laga hadlaayo إن أنا جا إيو تيم كي صود دعوي سجى تيم كي صود دعوي دولدة إسكوميدو ما كان أمي سنة عنو مركا دعوة دي اللي يوصل أوجين بوقيب كها هاي سوكنا بالحقيقة إن مركا إن أدى كلي إن حد محيطنا كلي بقى مركا إن تاسو حكوا في عنا ده سوكوا إنه قدوميها محكمة ده أما دتك قيبت الدعوة ده كسو وجرهن صحفيين إنه كمل نخضع أيوم بملكون أكسنا اللي تاتو دساس وان مغلي ولا إيش غرنتي مركا waa hubaal la'aan buu ku hadlay waxaan hubin in waliba isaga waxay idee ahaan leed waa arrin ka ruqsaysa oo saxafiyinta de arintooda isaga ay yidhi xil saxafadeed baan qaadayaa oo aniga gudoomiye saxafiyinta ah codsiyadaas aad ma seen aniga markii Cumar ahaan noqotay ugu dambeyntii Soomaaliland dib soo gaadhay dadka aan ogolayn baan ka ahaan ku ma ogli raalli kamihi marka لكن أفكارها هي كانت ورانشيها دي مقفصية وعبد السلام أحمد عود عبد الشيرماني سومالي كيبل تي في هرقيسة.